أنا يقول إذا طلبوا مني أن يصلي بهم هذا صلاة فريضة ولم أقبل هل آثم؟ يقول إذا كان ما فيه مانع فأنت تأثم، أما إذا كان عندك مانع من الصلاة بهم يمنعك مانع فلا إثم عليك، أما إذا كان ما فيه مانع فأنت تأثم إذا تركتهم ولم تصلي بهم وهم محتاجون إليك. نعم.